حكايه وروايه ترند في الانديه في كل الدوريات الاوروبيه الحقيقه، محتاجين هنتكلم عنها بالتفصيل بس مفيش وقت لده النهارده. خلينا نركز اكتر على رحله تنزانيا اللي سبق بالفعل الفريق والجهاز الفني النهارده، مدير الكره كابتن خالد بيبو والمدير الاداري كابتن سمير عدلي لتنزانيا عشان يحضروا طبعا لسفر بعثه النادي الاهلي اللي النهارده راحه، بكره تمرينه خفيفه ثم السفر طبعا على طائره خاصه. بعثه الاهلي بيترأسها طبعا محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي غدا ان شاء الله لتنزانيا. خلينا نشوف على الجانب الاخر كيف يستعد يانج افريكانز لمواجهه النادي الاهلي. ضيفنا في السادسه هو السيد عرفات حجي نائب رئيس نادي يانج افريكانز اللي برحب بيه طبعا وبشكره على مشاركته معانا. مساء الخير واهلا وسهلا بيك في السادسه، بشكرك على مشاركتك معانا في قناه الاهلي. Thank you very much. Thank you. شكرا جزيلا لكم على استضافتي، انا سعيد لوجودي هنا على قناه النادي الاهلي لاتحدث عن المباراه المرتقبه بين يانج افريكانز والاهلي في تنزانيا. مباراه صعبه على الفرقتين، بدايه خليني ابدا معاك بازاي استعديتوا لاستقبال النادي الاهلي وازاي بتشوف المواجهه المنتظره ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. Well, you are right. It's نعم أنت محق. Game for two tough teams. هي مباراة صعبة لفريقين قويين. الفريقان لعبا مباراتي النهائي في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال في العام الماضي. فبالتالي نحن بدأنا حملتنا في هذا الموسم بشكل سريع. بالطبع خسرنا أول مباراة في دوري الأبطال في دور المجموعات، ولكننا نسعى للتعويض في المباراة القادمة، وكذلك الإدارة والجهاز الفني واللاعبون الجميع من الناحية النفسية والبدنية نجهز اللاعبين بشكل جيد لخوض المباراة أمام الأهلي. طيب كويس أنك بدأت بجزئية وصول يانج أفريكانز نهائي الكونفدرالية ووصول الأهلي وتتويجه طبعا بالنسخة الأخيرة بدوري الأبطال، عشان أكلمك عن نسخة يانج أفريكانز اللي بتظهر السنة دي في دوري الأبطال. أنتوا استغنيتوا عن عدد كبير جدا من اللعيبه، 14 لاعب رحلوا عن صفوف يانج افريكانز، منهم كان لعيبه ليها دور اساسي في وصول يانج افريكانز لنهائي بطوله الكونفدراليه في نسختها الاخيره، في السنمايلي اللي رحل الى بيراميدز المصري، بنجالا اللي رحل لمنافسكم المحلي عزام، ايضا ماريسون رحل لفتح رباطي وغيرهم من اللاعبين. هل بتشوف ان التغييرات دي ممكن تكون اثرت بشكل سلبي على تشكيل الفريق او على قوه الفريق؟ وتطلعاتكم ايه لمشواركم في مشاركتكم في دوري الابطال؟ حسنا، نحن دعمنا فريقنا العام الماضي أستطيع أن أقول أن فريقنا صنع اسما قويا، استخدمنا لاعبين جيدين، أفضل لاعبين متاحين في الموسم الماضي، لعبوا معظم المباريات الخاصة بيانج أفريكانز. أعتقد أننا اجتهدنا وقد حسنا لفريقنا لنصنع فريقا أكثر تنافسية. أعتقد أننا أيضا دعمنا دكة البدلاء ليكون لدينا أفضل اللاعبين كما رأينا الآن. لدينا ماكسي من كونغو الديمقراطية وأيضا زوزوا ومهارة أخرى، هو لاعب جيد جدا. نحن دعمنا فريقنا بجدية ليكون مناسبا لهذه البطولة، وأيضا ياو المدافع هو مدافع قوي جدا. أعتقد أننا تغيرنا عما كان في الموسم الماضي، عالجنا أخطاء الموسم الماضي، فالنتائج هي من تقرر. قمنا بإحراز نتائج جيدة، فزنا بمباريات محلية بنتائج كبيرة، ونأخذ خطوات ثابتة في دور الأبطال. وأيضا المباراة القادمة أمام الأهلي أستطيع أتوقع أن
أننا سنستكمل هذه النتائج الإيجابية. وبالنسبة لسؤالك الثاني عن توقعاتي، نحن لم نصل لهذا المستوى من البطولة في آخر 25 عام، ولكن الآن نحن هنا بعد حوالي 35 عام نصنع تاريخا جديدا. خططنا للمستقبل، نأمل أن نصنع لقبا لتنزانيا وأن نفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. بالتأكيد يعني بيقود الفريق واحد من أكثر المدربين خبرة في الكرة الأفريقية الأرجنتيني، طبعا ميغيل جاماندي. لكن هو السؤال، هل نجح يعني مع طبعا كم الإضافات والصفقات اللي أبرمتها إدارة يانج أفريكانز، هل نجح؟ ويمكن أنتوا على مستوى المحلي في تفوق الحقيقة وفي صدارة المشهد على مستوى الدوري التنزاني، لكن هل نجح ميغيل جاماندي في إيجاد حالة من الانسجام من التناغم بحيث يظهر بالشكل اللي انتوا بتتمنوه في بطولة دوري الأبطال؟ وتعليقك بالمناسبة على البداية الغير موفقة في مواجهة شباب لوزداد والخسارة بنتيجة 3-0. نعم، ميغيل جاموندي هو المدير الفني، لديه خبرة كبيرة بأفريقيا، يعرف كرة القدم الإفريقية بشكل كبير والأندية الإفريقية، يعرف كل الأجواء والبيئة المصاحبة للمباريات قبل وبعد المباريات. نحن نعرف من أتينا ليكون على قيادة الفريق. نعرف أننا أحضرنا مدير فني كبير كميغيل جاموندي، أسلوب لعب جديد، الكرة القدم الجميلة التي كنا نتمنى أن نراها، لذلك وضعنا ميغيل جاموندي على قيادة الفريق. ولكن مباريات شباب بلوزداد هي مجرد مباراة. نظرت إلى الإحصائيات وجدت أننا لعبنا بشكل أفضل من شباب بلوزداد، سيطرنا على الكرة معظم فترات المباراة، ولكن لسوء الحظ لم نكن موفقين في إحراز الأهداف. ولكن على الأقل أقول أن جماهير إفريقيا التي كانت تشاهد المباراة ستعرف هذا، والآن نعرف ماذا يريد يانج أفريكانز، نعرف ماذا نريد في السنوات القادمة وليس فقط هذا الموسم. نحن لازلنا نسعى لموسم قوي ونتوقع موسم أقوى في الموسم القادم، ولكن هذا الموسم سنحقق المفاجأة. طيب، إذا ما كانتش خسارة يانج أفريكانز أمام شباب لوزداد متوقعة، فعلى أقل تقدير مباراتكم أمام الأهلي مباراة مصيرية في تقديري، ويهمني أسمع وجهة نظرك في ده برضو، لأنه في حالة خسارتكم أعتقد أنه فرصكم في التأهل عن المجموعة ممكن تكون صعبة. إيه الطريقة اللي ممكن تكونوا متوقعينها أو منتظرينها من ميغيل جاموندي وهو يواجه حامل اللقب والنادي الأكثر تتويجا بلقب الشامبيونز ليج الأفريقي يوم السبت اللي جاي؟ حسنا، لدينا تقرير جيد جدا عن الأهلي وخصوصا مبارياتي في تنزانيا، خصوصا أنه ليست المرة الأولى التي يلعب أمام الفريق، ليست المرة الأولى التي يزور فيها تنزانيا. نحن سنتأكد ونحن سنسعى جيدا لنحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي. إنها فرصة جيدة لنا وفرصة ضرورية أن نعود للمنافسة في البطولة. إذا أردنا أن نتأهل للدور القادم فيجب أن نفوز بهذه المباراة خصوصا. يجب أن نعيد لاعبينا للمقدمة مرة أخرى. لاعبون عندهم إصرار للفوز في مباراة يوم السبت. الإدارة تعرف أهمية المباراة وأهمية الفوز بالمباراة، وكذلك الجهاز الفني. لذلك قلنا للاعبينا أننا يجب أن نخطو خطوة للدور القادم بهذه المباراة. يعني لو سألتك إجمالا عن المجموعة بعد فوز الأهلي على ميديام الغاني وفوز شباب لوزداد على يانج أفريكانز، إزاي بتشوف شكل المنافسة ومين من وجهة نظرك الفريقين اللي ممكن تكون حظوظهم أو فرصهم أكبر في التأهل عن المجموعة الرابعة؟
Definitely it will be Arsenal Ahli. أنا بالطبع سأقول الأهلي. الأهلي من سيتأهل في المقدمة ويانج أفريكانز بالطبع. فيما يتعلق بالكرة التنزانية خليني أسألك، لأنه إحنا الحقيقة ملاحظين تطور كبير في السنوات الأخيرة، يمكن ده ظهر مع يانج أفريكانز وصولكم السنة اللي فاتت لنهائي البطولة الكونفدرالية، ظهور سيمبا في أكتر من نسخة بمستوى مميز، أكتر من نسخة من تشامبيونز ليج. إيه السبب في تطور الكرة التنزانية على مستوى الأندية بالشكل ده، وهل ده منتظر أنه ينعكس على المنتخب، وإيه هي أهم أسبابه؟ وهل هي تجارب استثمارية، وهل هي خطط مدعومة من الدولة؟ Well, حسنا، نحن نحن كنادي يانج افريكانز سعداء بهذه التجربه ونمثل دولتنا بالفعل، وخصوصا الاتحاد التنزاني الذي ساهم بشكل كبير في تغيير شكل الكره التنزانيه. قمنا ب ساعدنا كيانج افريكانز في تغيير البنيه التحتيه الخاصه بالنادي، ساعدنا في تغيير شكل الدوري المحلي، الدوري الدرجه الاولى المحلي في تنزانيا. الانديه اصبحت اكثر قوه واكثر تنافسيه. اعتقد ان حتى سيمبا ويانج أفريكانز الآن مباراتنا تبث بشكل جيد جدا، بشكل احترافي كبير. عقود الرعاية تتهافت على الكرة التنزانية، عقود البث التلفزيوني تتهافت على الأندية التنزانية. فبالتالي هذا يعد استثمار كبير لاستقدام، وخصوصا لاستقدام اللاعبين الجيدين للكرة التنزانية، استقدام الأسماء الكبيرة على المستوى المديرين الفنيين، التطور التكنولوجي الذي حدث للكرة التنزانية. ولكن أن نحضر هذه الأسماء لتنزانيا أكد على أننا أصبحنا في مصاف الدول الكبرى، أن الدوري الخاص بنا أصبح دوري لا يستهان به. نعم، من الواضح أن هذا ينعكس على أداء المنتخب القومي. في السنوات الماضية تأهلنا لأمم إفريقيا، وأعتقد أننا وتأهلنا في بطولة 2023، فبالتالي نحن jointly AFCON 2027. وأعتقد أننا أيضا سننظم بطولة 2027، فبالتالي نحن نستهدف الأفضل ونسير في الطريق الصحيح. النادي يفعل ذلك والاتحاد يساهم في ذلك، وبالطبع كل هذا بإدارة الدولة التنزانية وخصوصا رئيس البلاد. كرة القدم الآن مدعومة جيدا في تنزانيا، كرة القدم تنمو بشكل جيد في تنزانيا وتتطور بشكل كبير. نحن نطور دوري خاص بنا ونسعى لتطوير دولتنا لنكون، وهذا قد انعكس على الموسم الماضي كما قال رئيسنا، وقد كرم كل الأندية التي شاركت في البطولات الإفريقية، وقد رصد مكافآت كبيرة لأي فريق يفوز ببطولات إفريقية. فبالتالي كرة القدم في تنزانيا متحمسة جدا لخوض البطولات. عرفات حجي طبعا نائب رئيس نادي يانج أفريكانز، يعني أقدر أتمنى لك كل التوفيق طبعا فيما يتعلق بمشوار الكرة التنزانية، بالتأكيد بتربطنا بالشعب التنزاني علاقات كبيرة ووثيقة جدا. نتمنى لكم